تعالوا نشوف مع بعض تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا ونرجع لحضرتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون. يأتي في المركز الثاني كتاب قهوة صباحية مع النفس للكاتبة الدكتورة نشوى صلاح، وتتحدث فيه الكاتبة عن مفهوم السعادة. يحتل المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام.